قدم صباح اليوم المفتي العام لجمهورية تشاد الشيخ أحمد النور محمد الحلو بيانا صحفيا عرب فيه استنكار المجلس العالي للشؤون الإسلامية التهمة التي وجهت لرئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو من قبل القضاء الأمريكي. بيان هام من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بشأن الاتهام الخطير لفخامة رئيس جمهورية تشاد من طرف نائبة وزير العدل بالولايات المتحدة الأمريكية. الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وانطلاقا من مهمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية باعتباره جهة روحية يهمها أمر وحدة أبناء البلاد وتجنيب البلاد من الفتن، فإن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد لاحظ تحركا مشبوها مغرضا يمس رمز البلاد، فخامة رئيس الجمهورية ورأس الدولة إدريس ديبي إتنو، حيث اتهمت نائبة وزير العدل الأمريكية رئيس الجمهورية بالرشوة وتبييض الأموال ظلما وعدوانا، محاولة بذلك زعزعة ثقة الشعب التشادي في رئيسه. هذه الثقة الراسخة في قائد البلاد لا يمكن أن تتزعزع بهذه الأكاذيب والأضاليل. ومن هنا فإن أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وجميع المجالس الفرعية في كافة الأقاليم الوطنية ومن خلفهم أئمة المساجد والدعاة والعلماء وحفظة كتاب الله يدينون ويستنكرون بشدة هذه الحملة الشرسة ضد الشعب التشادي. كما يعلن المجلس الأعلى للرأي العام الوطني والدولي بضرورة التصدي لهذه الحملة التي تستهدف إيقاف مسيرة التنمية الوطنية المستمرة، وكما يطالب جميع المواطنين بالوقوف صفا واحدا مع رئيس الجمهورية خاصة في هذا الظرف الذي يستوجب الوحدة والتسامي فوق جميع الأغراض. حفظ الله البلاد رئيسا وحكومة وشعبا من جميع المكائد. في ذات السياق قدم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي جبرين حسين مرسال بيانا صحفيا مستنكرا فيه التهمة التي وجهت ضد رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو من قبل وزارة العدل الأمريكية. حزبنا الاتحاد الديمقراطيين والاشتراكيين EDS يتأسف بالكلام الماصحي الكان كلمه النائب الأمريكي السيد كينيث بلانكو الكان تهم فوق رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بعمليات قدام التهمة دي. زبنا بكذب الكلام الماصحي ده والجهود الكان بذلها فرديا رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في مارقين عن البترول وفي كونين عن الهيئة انت المراقبة والمراءاة عن الموارد البترولية والمبادرة انت الشفافة انت الصناعات البترولية. الأشياء دي توصف كدر رئيس الجمهورية ورجل شفاف وقاعد بيستعمل الموارد البترولية بالصورة المطلوبة. الكلام ده يعني معناته دايرين بيتلفوا الصورة عن بلدنا ودايرين بيتلفوا الصورة عن رئيسنا. في ده يزبنا EDS
بطلب منا خليه واصل بنفس الفكره انت التضامن لعشان يجيب الافه ويحافظ للامن والاستقرار.